اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. مع تحيات شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج.